منيح منيح كتير. أهلا وسهلا، تفضلوا. لكن اليوم إجانا زباين كتير على المطعم، وإذا مستمر هيك فينا نوفي الدين بسرعة. لكن شو شانك يا بنت؟ كأنه في جواتك مديرة صغيرة وما كنا شايفينها من قبل. شلون كنت مخبيتيها كل هالأيام لحتى ما عم تبين معنا؟ وحتى عم قول خليني أسحب كتير بكرة وأنزل على المطعم، لأنه عندي بعض الأفكار يلي بتخص طريقة التقديم. إيه، وشو مشان الجامعة؟ إيكو، الجامعة ما رح تهرب إذا غبت عنا يوم واحد. الجامعة معنا هلأ مهمة إيكو، والمطعم هلأ من أولوياتنا. ما بصير حبيبتي، شو يعني ما تروحي على الجامعة؟ ما بصير، لازم تروحي على الجامعة وتدرسي لتتخرجي. هلأ أنا ما بنكر إنه لما بتكوني جنبي بحس بالسعادة أكتر، بس كمان ما بصير، لازم تخلصي جامعتك بأي طريقة. وبعدين حتى لو ما عم تحسس هيك، بس في عندك أم وعم تزعل عليكي بصراحة، وأنا من جوات قلبي ما عم أسخى بأمي، بس هالمرة ما رح سامحها لأمي بنوب، لأنه هالمرة تمادت وتجاوزت حدودها وخليها تعرف غلطها وتعرف حالها شو عملت. سلم اليدين. بس إذا أنت ما بدك يعني يكون موجودة معكم، هذا شيء تاني. ليكي، أول شيء هذا الحكي اللي حكيتيه مرفوض تماما، لأنه أنا ما فيني عيش بلاكي ولا لحظة واحدة. بس أنا عم بحكي مشان مصلحتك يا عمري، لأنه أنت بتهميني وبيهمني كل شيء بخصك. فهمتي علي ولا شو؟ عفواً، الحساب لو سمحت. طبعاً طبعاً، فوراً رح أجيب لك الحساب، لأنه هذا الوقت المناسب أصلاً. كنت خليها على حسابي أحسن. محارة زهير. بسم الله، شو بدك؟ أنت شو عم تعملي هون؟ بالله، شو بدي أخذ إذنك بالحارة اللي إلي عايش فيها 40 سنة يا خانم؟ حتى ذكائك فقير مثلك. ليش أنا هيك عم قول؟ تركتي الأولاد لوحدهم مع بعض. أنا طلعت أجيب غراضين وبس، بعدين العالم مليانة بالمحل، يعني مو لحاله، لا تخافي أنتي، طمني. وبعدين أنا أخذ على خاطري منك. بالله شو؟ أخذ على خاطري. ليش بقى؟ نحن ما اتفقنا مع بعضنا من الأول، مو على أساس نمشي مع بعضنا بهالطريق؟ ليش عم تأخذي بنتي مني وتسكنيها بخانتك الفقيرة؟ ليش؟ أنا اللي أخذتها ولا أنت اللي أبصر شو عاملي معها للبنت لحتى هربت منك وإجت لعندي؟ هربت. أنتوا قد إيه بدكم؟ شو بدنا؟ يلا كم ليرة بدك قولي؟ لا قولي لي، قديه بدك مصاري لحتى ترجعي لي بنتي؟ قولي، معي مصاري الدنيا هون، خذيهم كلهم، معي كل انواع المصاري. علي، المصاري عامي على قلبك وما عم بتشوفي، انا بدي اكثر منك بنتك ترجع لعندك، ومشان بنتك ترجع لك انا مستعده ادفع فوق مصاري، بس والله ما معي، وعم بتبع مع سياسه التطفيش من الصبح، ما خليت شغل ما شغلتها يا بس ما كانت تروح. عملت كل شيء قلت لها عليه، شطفت ونظفت وعملت وشالت غبره ومسحت وما خليت شيء. لا تقوليها. ايه طيب، وشو بدنا نعمل؟ يعني مالي عرفانة، ومديت إيدي مشان تبوس أو تندم، يعني جربت كل الطرق يلي بقدر عليها محاسن وما مشي حالي. حرام زمرة، يعني هالمرة لسه شو عم تعمل؟ هالمرة لسه شو عم تعمل؟ شو عم تعمل محاسن؟ اعتذري. شو؟ اعتذري زمرد، اعتذري. شو اعتذري؟ لك يا زمرد، انت مفكرة انه فيكي تشتري كل شيء بمصرياتك؟ مو صح هيك يا اختي. بلا هيك. لا مو صح، ما فيكي تشتري كل شيء بمصرياتك، فيكي تشتري اساور وتلبسيهم بايديكي، بس ما فيكي تشتري بني ادمين. بنتك زعلانة منك، انت لازم تشوفي ليش زعلانة وتراضيها. قعدي معها ام وبنتها، حاولي تسمعيها، حاولي تراضيها، حاولي تعتذري منها شي مرة بحياتك زمرد. انا زمرد كورفالي. ايه انتي زمرد كورفالي بتتعرض للغلط، زمرد كورفالي مستحيل تغلط. ايه غلطتي، حطيها براسك. لا غلطانة، حطي بعالك هالشي. الغلط راكبت من ساسك لراسك. بنتك عندي، بدك تعتذري منها اهلا وسهلا. ما بدك زمرد تصطف لي، ما دخلني فيكم. اعتذري زمرد، ما عندك حل غيره. معقول تعتذر زمرد كورفالي؟ أكرم، حط هالصحون بالمجلة. يلا يلا اشتغل ابني. والله عم حطهم. يا الله منك، حط هدول كمان. رفي. نعم أمي. بنتي بنتي أنا أجيت لقلك شيء. شو رأيك نحكي برا؟ لا ماما، أحكي هون. شوفي هذا، أنا بدي قلك شو اسمه، يعني هيك يعني الناس لما بيعملوا شو اسمه بعدين هداك الشي يلي عملوه شو 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 اسمه بعدين يعني شي شغلة هيك يعني. طيب هدول شو عم يتسمعوا علينا؟ ليش أنا وأنتي لنحكي؟ مين هدول؟ هدول شو عم يسمعونا؟ بيقولوا شو اسمه، في كلمة، في كلمة يعني
كلمة ولا كلمتين؟ تأكدي. كلمتين. آه كلمتين. كلمتين. كلمتين؟ والله ما تذكرتها أبداً يا أمي، بس حاولي كمان، حاولي كمان تشرحي لي مشان أقدر ساعدك. هاي ما فهمت أمي. شو اسمه؟ بدي أقول يعني إنه أنا ما ايه ماما كمل. بعتذر منك. بعتذر منك. تقريها سهلة. بعتذر منك بنتي. بعتذر منك لأنه أنا مخليتك مقضية مني لدرجة يعني ما بعرف قديش مقضية ومصدية. عفواً يعني وصلتي لحالة تقتنعي فيها بهالمستوى السافل. يعني بعتذر منك بنتي. قبلتي ولا ما قبلتي اعتذاري؟ قولي قبلتي ولا ما قبلتي بنتي؟ قليلي قليلي قبلتي اعتذاري؟ يا سلام قبلت بنتي حبيبتي. قبلت اعتذاري. يلا حبيبتي خلينا نروح البيت. يلا وقفي شوي. لازم تقولي شو كان. لازم تقولي يا بنتي ما عاد اضغط عليكي بعد هلا. ايوه هاي الفقره مهمه كثير بالنسبه لي. بس هيك تمام. بقول قولي زمرد. قولي امرك لله. قولي شو كانت؟ من هلا ورايح ما عاد اضغط عليكي بنوب يا بنتي. تمام. انا بوعدك يا بنتي الحلوه اني ما رح اضغط عليكي كثير. بوعدك بهالشيء. هي هي امي. تمام هيك ان شاء الله تكبرني اللي عم يعتذر. روحي. أهلا أنا سيدي. جيت يا الله يا من كم مرة قلت لك لا تحطي جريدة والأكل بنفس الكيس. صباح الخير يا سفلي. يا علينا. بسبب ترقيتكم من الفقر للسفلي بحب أعبر لكم عن فرحي وامتناني. والله ماني فاضيت لك من عند الصبح زمرد خانم. عندي كومة شغل. أنا امرأة عاملة ومنتجة وفي عندي زباين بدها تجي وتعبى المطعم ويصير في عجقة كثير. كل العالم تجي لهون بتعرفي أنتي. انقطع نفسك من كتر ما حكيتي. ضليتي عم تحكي لآخر نفس. يا حرام لهلا عم تقولي زباين وضيوفي. جاوبني يا مي. قريت الجريدة شي؟ لا لسه هلأ جبتها. لا تزعل أنا براها عنكم. لا تزعلوا. مو هاي. ها هاي هي. ها خلونا نشوف شو في أخبار اليوم حبيباتي. إنا قد عصمت شيشمان دفتري السحري للنقد. يي محاسي يي عم يحكي عنكم هون. يلا قري لنا خلصيني. يلا تمام. دفتر النقد السحري بخصوص مطعم طعام محاسن المنزلي. قديش كنت غلطان ندمان كتير على رأيي السابق وبواسطة هالكتابة بحب عدل شغلة مهمة. أصحكن تمروا حتى مرور من ناحى المطعم. شو سمعتوا؟ وبعد شوي رح تشوفوا شو عمل. لا ضل لا حابور ولا دابور. انتهى. انت عملتي لي؟ طبعا انا عملت هيك. مين بيسترجي يعمل هيك حبيبتي؟ طبعا انا عملت. جاذبيتي انحلت. القصة الجاذبية يلي عندي عملت كل هذا الشيء. يعني معقول تعملي كل هاد؟ هيك كتير كتير هيك كتير. ايه والله كتير. يا يلا رح اترككم لحالكم مع سفالتكم. كنت نادرة ندر ورايحة نفزه. انا زمرد كورفالي. بيقولوا انه الناس بتعرف بعضها اكثر بالرحله وكثير كان حكيهم مزبوط. وهذا الشيء كمان تعلمته من الكتب؟ اي نعم تعلمته من الكتب يا خانو. وبنصحك تعملي نفس الشيء يعني بين الفتره والتانية قلبي لك كم ورقه بركي بتتعلم شيء بهالحياه. بس بحب ذكرك انه في عندي بالاصل جامعه لازم اقرا فيها. انا بس من اليوم ورايح رح اركز على دراستي بالجامعه. شيء كثير حلو. شيء روعه والله. انا رح اكمل من هذا الطريق وانت لف من هنيك منيح بلا ما يعرفوا انه رجعنا سوا. انا اصلا رح اترك شنطتي عند اخي نامر. وانت بتمنى لك النجاح بجامعتك. شكرا. ان شاء الله بتتخرجي بعلامات تكون ممتازه. شكرا كثير عن جد. يسلم. عائلة ارتان خير ان شاء الله. شو صاير لكم؟ ما في ولا زبون عندكم؟ وين راحوا الزباين؟ تفضل اقرا شوف شو كاتبين. ايوه خالة زمرد حطت ايدها بالموضوع. لا وكل هذا بليلة واحدة كمان.
هذا اللي صار كان رح يصير من الأول. أنت كيف كان يومك؟ ها؟ طمني، انبسطت مع رفقاتك؟ ايه انبسطت وتسليت كتير بابا، حتى بتعرف من كتر ما انبسطت عم فكرني أقضي كل يوم هوني. عن جد تيتي تيتي، يعني رجعنا تعيسين وفوق ما معنا مصاري كمان. أهلا وسهلا. أهلين. أنا أجيت. أهلا وسهلا يا قلبي، أهلا وسهلا يا بنتي. أمي؟ شو هدول؟ يا قلبي أنا اكتشفت على الإنترنت قديش سهل طلع مو صعب بنو، بتعلمت كيك وفطاير وجاتو. أنا كنت مفكرته صعب كتير هالشغل. دوقي لي ياهم. بربك مو طيبين، لك صحتين وهنا روحي. صح، ما نزعتي حالك بنوب، مو طيبين أبدا، يسلم إيديكي. شكرا شكرا. كمان تعلمت كيف اشتغل صوف، والله طلع كتير سهل وبيسلي. ممتاز. عم يقول فوتي هاي بهاي وهاد زد كتير فوقها من هون، وعم يقول هاي من هون بتعمليها هيك. شو هاد؟ هذا شي يعني بس يخلص بقرر شو بدي ساوي. شو ممكن يكون؟ يعني كنزة أو جاكيت. لقيت كل حسابات قرايبينا. لو بتشوفي شو حاطين، صور كتير بشعة، كتبت تعليقي تحتهم كلياتهم. كتير بشعين. شو صار لحتى سمناني كل هالقد؟ مو ناقص غير تاكلين ياسر نوة. ايش شو هالسمن؟ بشعين، فقرة، قزيرين. قلت لهم يلا حاجة، اوخ انشفى غليلي. امي يعني روحت خالتي ما نفعتك؟ بالأصل ما كنت منيحة وصرتي أسوأ. طبعاً ما نسيت ألد أعدائي ورحت واتصلت بعصمة شيشمان، خليته يعيد كتابته بالجريدة. لو تشوفي ما ضل عجقة بنوب، وما عاد في مردود عندهم، ونزل مستواهم للصفر. لك قديشني مبسوطة. على فكرة ما عاد صدق الشي اللي بتقولي، طاقتك كان فيك تصرفيها على أعمال خيرية مثلاً. بس لا، عم أصرفها بنتي، أكيد عم أصرفها. ليكي هي خلصتك من منيته لأكرم، يعني شو بدك أكتر من هيك؟ في خير أكتر من هيك؟ إيه اللي لي فيه. أمي تعبانة، طالعة على غرفتي. على خير، الله يسلم إيديكم. صحة وعوافي. صحة وعوافي على الخير. كنان ابني ترك من إيدك، نحن من طب، يعيب الشوم منك. أمي خلص اتركي، خليه يشتغل. معلش. شايفة خالي محاسن، ما بيعجبها لبنتك شو ما عملت. ليكي لا ترحمي، على فكرة أنا عيني عليك ولسه رأيي ما تغير فيك. ها شو هالحكي؟ إيكم هيك كتر خيرك. يلا تعالوا نشرب شاي بعد التعب. يلا يلا كنان امشي. صحي أمي، وينو أبي مبين؟ والله أبوكي راح لعند المحاسب مشان قصة الدين يا إسراء. دين شو هاد؟ لا ما في شي مهم أبدا. ايه في علينا الدين والغرامات تبعه، ما في شي مهم بنوب. إسراء شو قصده؟ يا الله قديش عم تسألك أخي، شبك؟ اللحظة شو إسراء؟ عم قلك ما في شي مهم كنان. الغريبة، أمي نسيت الغريبة. أنا يلا يلا على السريع على السريع، ما ينشغل بالك كتير. طيب خدي بنتي يلا بردو. يلا أمي شو يلا. شو في الغلبة؟ إسراء دين شو كرمال الله؟ مصاري شو بدكم تدفعوا؟ كنان لو سمحت لا تفكر فيها، مستحيلة. ليش يعني ما فكر فيها إسراء؟ أنا وياكي مصرنا واحد، أنا أبو فيون وأنتي بترجعي لي إياهم بعدين. لا شو هالحكي هاد؟ بعدين أنا وعائلتي مرقنا بظروف صعبة كتير وقدرنا نتخطاها. يلا حطيت غريبة، امشي يلا. طيب بطل غلاظة يا ولد. شو قصدك؟ قصدي إنك غليظ كتير. أكرم حاشة تغلظ على أمك، شو صاير لك؟ هي عم تعصب علي، أنا ما عملت لها شي بالمرة. تعي شو فيها. هاي غريبة كول، يلا عبي بطنك. يا رب دخيلة. أصلاً تأخروا، كنت حاستغرب إنه ما أجوا. يلا كلوا غريبة قبل ما يبرد الشاي، تفضلوا. كلوا كلوا يلا لشوف. بدي إلو كلياتهم وقلمة واحدة كمان. تعي تعي من هون. مروان مو شايف كيف كنان صاير كأنه واحد من العيلة؟ لا طيبين. شايف يلا تعي. شو عم بتقول؟ ايه؟ روحي مروان حبيبي تعال.
وينك انت وينك؟ اشتقت لك كتير يا روحي يا روحي. وانتي زعلانة منك كتير يا أم عيون حلوة. تمام اجينا تمام ابني، بعرف انك اجيت، بس ليكو اسمعي، اخدتي ابني مروان مني ولا عم بيروح ولا عم يجي. زمرد خانم صدقيني انا مظلومة. كنتي الحلوة يا روحي. دائما بقول له تعال نروح نشوف امك، بس ما عم يقدر يرفع راسه من كتر الشغل. انا يلي خلفته وانا يلي ربيته، هذا اثر امه المدهش العظيمة. يلا تفضلوا لك دخيل هالقسم. انا فوت يا روحي، لك اشتقت لك، ان شاء الله بتقبل. على مهلك. على مهلك كنان، على مهلك. على فكره اجى مين يفوز عليك؟ وحده وحده مو تزبطوا الاخضر واليابس، واجى قال لك مين يفوز عليك. مساء الخير يا بابا. شو كنان كيفك؟ خلص تمام، انت كيفك؟ منيح. قلنا شو صار معك، فهمنا بابا شو صار. يا ابني والله اللي صار اني رحت وحكيت مع المحاسب، قلت له على الاقل خلينا نقصتهم دفعاته. ايه وبعدين؟ ايه اطلع فيني وقال لي ما مش الحال. بعدين ما في لا دين ولا شيء. كنت عرفانه. مدفوع كله. كيف يعني مدفوع؟ كيف؟ شو الحكي هاد؟ كيف اندفعوا هدول؟ ما في دين بنوب؟ ايه يا روحي مدفوع، وانا حكيت نفس الكلام وقلت له يا ابني كيف يعني مدفوع؟ استغرب كيف بينوفى الدين. قال لي انا رح اسال وافهم التفاصيل. يعني ما كان عرفه. غريبه والله. لا لا اكيد صاير خربطه، يعني لا تتحمسوا كتير، اكيد في شيء غلط. ممكن شوي هلا اذا دققوا بسجلات ببين معهم. مروان عنده علم؟ مروان رفيف، هالشاب عطول عم يجي لهون؟ ما بعرف، يعني أوقات. أخي أمي كمان لقيت طريقة تقطع فيها رجل الزباين عن الدكان. يعني هالناس كيف بدهم يوفوا ديونهم؟ قلي. أنا حليت هديك المسألة. كيف؟ حكينا يا رفيف وقلت بدي حلها وحليتها شبنا. يا روحي تعرف؟ أنت ما في منك بالدنيا كلها يا تا. طيب حبيبة قلبي. ما تعصب إسراء. بدها تعصب تعصب، بالنهاية أمي السبب وعملنا شيء اللي لازم نعمله مشان يسامحونا وانتهت القصة. كيف ماشي الأمور؟ ماشي منيح رفيف، منيح كتير. تمام ما تطلعي هيك، عم مشي الأمور كلها. يلا أنا طالع. أم عيون زمردية انبسطت كتير وفوق ما تتصوري لأنكم اجيتوا. لك اشتقت لكم كتير، لك على هالجمال ما شاء الله. قلت لحالي في أي مشكلة ولا شو؟ ما عم يجوا شو صاير معهم؟ لا زمرد خانم ما في لا مشكلة ولا شي، كل القصة أنه مروان كتير مشغول وما عم يقدر يجيبني لعندكم. اي دخيلك يا روحي، ما في مشكلة، أنا بجي وبنام عندكم وبضل لي كم يوم حتى 4 أيام إذا بدكم منطبخ منطبخ طبخات طيبتي. ما بيمشي الحال. ما بيمشي الحال. ايه طبعا ما بيمشي الحال، لانه بيتنا كتير صغير ونحن بتهمنا راحتك كتير زمرد خانم، واصلا رح ننتقل على بيت اكبر وواسع، ووقتها فيك تيجي لعنا امتى ما بدك، وهيك بتقدري تاخدي راحتك، واساسا انت مكانك على راسنا من فوق اكيد. مروان ابني قال عم تدوروا على بيت جديد. معقول هيك؟ ايه طبعا مروان، ما حكينا انه بيتنا صغير كتير وقلنا انه رح ننتقل على بيت اكبر، وحتى هلا نحن عم ندور على بيت. ايه مزبوط حكينا بالقصة، راح عن بالي. يا روحي انا اجيت. يا من وينك انت؟ بتقلي رايح 5 دقايق وبتختفي بالساعات، انت معقول؟ شو بدي لحق انا اخطبوط يعني؟ اكرم مختفي كمان من الصبح والله، وانا مره معتره ما فيني اشتغل كل الشغلات مع بعضها. يا حياتي طيب ماشي الحق معك، بس انت بتعرفي انا من وين جاي؟ بتعرفي شيء؟ كنت عم اقدم قرض. وليش مبسوط؟ بعدين اي بنك هاد بده يعطينا قرض ونحن بهالحاله؟ رهنت لهم المطعم فوافقوا يعطوني قرض، وما كان عندهم مشكله ابدا.
شو؟ رهنت المطعم يامن عن جد؟ يامن يا روحي انت شو عملت؟ حياتي ليكي ما في عنا حل تاني، نحن ما فينا نبقى مديونين وخصوصا لهذا مروان كورفالي، مستحيل. وبعدين نحن هون عم نحكي عن كرامة بنتي مع حسن. ايه صح معك حق، مزبوط. يامن منوفي ديوننا؟ منوفي يا روحي، ليش نحن شو اللي ما وفينا لحد هلا؟ ما تاكلي هم ابدا. اهلا فيكم بقناتي اعزائي متابعين، هي الحارة يلي ربيت فيها ابني المدير مروان، وهدول الفقرة يلي عنا بالحارة، والفقير الأولي فرجي حاله، ورجينا ورجينا شوي، والفقيرة الثانية هي هي. طفي الكاميرا خلص مرات. ما بدي طفي، بعدي عم سجل. محاسن الزم حدودك. رفيف بعتت لي، رفيف بعتت لي رسالة تاعي على المطعم لهيك اجيت لعندكم، وإلا أنا شو إلي شغل بمطعمي؟ رفيف بعتت لك رسالة لتجي ولشو؟ لأنه قلكن عنا بشارة. بشارة؟ أي بشارة؟ يا أمي عديم الفايدة، بعد إيدك عن بنتي، بعد إيدك. يلا بنتي تركي إيده، يلا بسرعة. أكرم. يلا تركها بنتي، تركي. ما بيقدر يتركني، ما رح يتركني. سبب؟ لأنه نحنا قررنا نتزوج. ها؟ تتزوجوا؟ ماما لا، ما أغمي عليها. هاي زمرد، قومي قومي. شلون لا تقلي، خبرية حلوة وهي رح نتزوج. أمي قومي، أمي زمرد، أمي. لا تبالغي كتير أمي. قديه عم قيسه؟ صفر على صفر. متت ما هيك بنتي؟ متت. خدي قولك أنا متت يا محاسن، متت. لا ماما، هو 13 على 7، يعني متت ضغط بنت صبية. 7؟ ليكون عالي، أنا ضغطي 5 على 5. قتلت المرة الصغيرة بالعمر، قضيت عليها. معقول تعملوا فيني؟ أنا تعبانة، تعبانة كتير، ضغطي 12. رح موت يا أيام، نطلب للإسعاف بشرفك بسرعة. أنا برجيكم عن جد حرام تمثلوها هون لهالتمثيلية اللي بتستحق جائزة الأوسكار. خلص تركونا بحالنا لو سمحتوا يا جماعة، تركونا بحالنا. مستحيل اترككم على راحتكم، مستحيل مستحيل اسمح لكم تتجوزوا. وانا ما بسمح لكم، موتوا ما بسمح لكم. ما تطلعوا فيني ابدا هيك يا اولاد، انا بايد الامهات. بدكم تسمحوا بدكم ما تسمحوا، نحن رح نتزوج خلص، اخذنا قرارنا. اسمعوا لي هالجمل اللي ألفتها زوجتي المستقبلية، اسمعوها. هيتن آيتي بالإذن. لوين ولا؟ عندي مشوار وراجع. لوين يا رفيف؟ ما بطول. لوين؟ لوين؟ لوين راح؟ قولي لي. زمرد لازم نعمل شيء، ما فينا نضل قاعدين. أكيد لازم نعمل يا محاسن، مستحيل نسمح له، نحن ما لازم نصير نسايب بنوب حبيبتي. فهمتي؟ أي والله شعور متبادل. فكري